النقطه ديالها هو مثل المستفيدين. بالنسبه لجنه الاتصال والتواصل المكونات ديالها هو مدير الحساب العام اللي دار بالمجموعه وبانوا شي استرايات وهذا وجلس عبد الملك حجي راه ملي باقي ما كيدوز في الربيني راه لاباس لانني شفت واحد اشكال الحوار المعارضه واحد غير بغا يدير غير ستيلكوي واحد الدور ديالو غير يخلق البلبله بمعنى انهم هما لعبوا الادوار ديال الفاعل الترابي الحقيقي يمكن اننا نتصادموا معاه وهادشي علاش بغينا هاد الكونستا لا يعني ان هادوك الناس نقدر كاع تكون عندنا جميع الوسائل الماديه والعلميه موجوده ولكن ماشي فقط التواصل راه انا وزراء استعملنا جميع التقنيات اللي جات الاحتيال حتى هما دايرين الاحتيال لا باقا جميع الحاجات هو في المقاربة التشاركية راك النقاش حاد بل أنني كنت معارضا أنا خاصني تحد الرؤية ديالي أنا اشتغلت في مدينة تلبان بالطريقة اللي أهدفها أستاذ وكنت رئيس جمعية ديال حماية الطفولة واشتغلنا بهذه المقاربات هذه اللي كنشتغلوا بها كتبان لي شي شويه من اللي جمعيه تحولات المؤسسات امان جمعيه امان لحمايه الطفوله واللي خرجنا على الاقل فيما يخص الاسره يعني المستقبله الاسره المستقبله باش نخرجوها على ارض الواقع في خصك سياسات عموميه على المستوى الوطني وتمشي يعني واحد اللي درنا فيها هذه الخطط كاملها كجمعية خذات فكرة وهي تعيط للفرقاء وعيط للناس المهتمين اللي عندهم سيبلي بالموضوع باش نعطيو بعدا الرؤية باش درنا بلقاءات لعبنا لأن اللي كيقول لي مدير خصني نحدد مدير شكون واش مدير المؤسسة ولا مدير الفريق وتنقول لهم ودي أو موارد مالية اللي جبنا من الاتحاد الأوروبي اللي اعتمد الفكرة وقنعنا في إطار القوانين الدولية في إطار حماية الطفولة باش نقنعوه يعطينا دعم مادي وحنا في ذاك الدعم المادي عيطنا للفرقاء وقنعناهم باش حنا كلنا نساهم ماشي غير حنا كجمعية باش نخرجوا الأرض الواقع في إطار الأسرة المستقبلة درنا فيها كل هذه المسائل هذه واللي كانت النيابة العامة في إطار لجنة الحماية أو لجنة الدفاع عن حقوق المرأة في مدينة تلودان اللي خذات الاجتماعية دونك بعد التشاور التحرك قلنا غنديروا هيئه العمل التشاوري المحلي للرعايه الاجتماعيه دونك درنا واحد هيئه العمل اللي كتكون من مؤسسات رعايه اجتماعيه جماعات ترابيه محليه مصالح الغير مركزه جمعيات المجتمع المدني والقطاع الخاص اللي انبثق منهم هادو لجنه القياده للمهام ديالها في القرار السياسي العمل المشترك المؤسساتي تشخيص وضع الرؤيه الاستراتيجيه تعبئه الموارد والمصادقه على خطه العمل من هيئه العمل دونك انبثقت لجنه تقنيه اللي داروا منها لجان للتخطيط التنفيذ التتبع والتقييم اشكال اشتغال بين الفاعلين حول تدخل المؤسسات الرعايه الاجتماعيه على المستوى المجال ما اختاريناش حنا شي موضوع اللي تشتغل عليه ولكن قلنا كيفاش يمكن حنا كمؤسسات رعايه اجتماعيه تكون عندنا هذيك الاراده والمبادره والابداع والابتكار ما لهذا الشيء في حتى انت من الوقت الجماعه الترابيه دونك بطبيعه الحال قلنا خصنا فكرنا نديرو واحد الهيكله ديال التنميه المجاليه بطبيعه الحال شكلنا واحد اللجنه تنظيميه داخل المؤسسه اللي هي تكون عندها هذه المبادره وتقوم بهذا الشيء للاعداد والتواصل والتنسيق مع الفاعلين الاخرين
الدور ديالها هو تخلق واحد اللجنه ديال القياده لهذا المشروع ديال التنميه المجاليه. بطبيعه الحال هذه اللجنه القياده بيكون فيها المجلس الجامعي، لان هو اللي عطيه المشروع يكون هو القائد ديال هذا المشروع ديال التخطيط او ديال التنميه المجاليه. بطبيعه الحال غادي يكون مخاط مع المجلس الاقليمي ومجلس الجهه والسلطه الاقليميه والسلطه المحليه والبرلمانيين والمستشارين. دونك هذا اعتمدنا هذه المقابله اننا نلعبوا الجميع، لان كل واحد من الموقع ديالو غادي يساهم. هذا تعبير جماعي، التفقه الحره غندير فيها الشكر للاستاذ. غنقولوا الشين كاف را أليف شكرا. نعاودوا الجميع، نعاودوا واحد جوج ثلاثة شين، واخا نبداو بالشين. شين كاف را جميعا أليف شكرا. أجي أجي لا هو عنده لا هو المروال فوكسيون هذا راه مزيان هذا. زبط هاد جوج ديال الايام اللي دوزنا معاك كانت فعلا رائعه ديال البهجه وديال الصعوب، ما خلاناش نغيبوا عليه، ما خلاناش ننعسوا، لان انا تنشوف فيه باسو راه جاري عرفت. دونك فعلا انا حليت لنا واحد لابيتي كيفاش يمكننا ندخلوا في المجال ديالنا، لان فعلا خلال هاد السنتين مع دوزنا مع امسل بنشكرهم بالمناسبه وتنهنيوهم ديك 30 ديال التاسيس ديالهم، اننا يمكننا واحد الادوات واني كيفاش نشتغلوا بها في المجال الترابي كانت تفقد عندنا هذه البوصله. اليوم السي بلاصه شكوك بزاف لان عطيتنا واحد البوصله كيفاش يمكننا ننزلوا هذا التراكم وهذه التجربه اللي خدينا مع جمعيه امصيد في المجال ديالنا، وكيفاش يكون عندنا واحد الاثار ديال التحسين ديال الوضعيه تاع الفئه اللي تنشتغلوا بها. دونك شكرا جزيلا، شكرا لكم السي عبد الملك حجي، شكرا لامصيد على كل ما تفعلته وسوف تفعله في المستقبل، وشكرا لنا جميعا على الصبر ديالنا اننا جينا وجلسنا وكان واحد الاهتمام وواحد لاتونسيون اننا نتبعوا هذه. شكرا للجميع. صراحه انا استمعت لعدة من الاخوه والاخوات بان الوقت كيمر مره دقيقه واحد قصير في كل دوره. البارح قلت ما عرفناش الوقت متى داز. اذا هذا دليل على انك مقنع وكتقنع وكتواصل مع الناس وكتوصل لهم يعني داكشي اللي في القلب ديالك كما قلت الويل، بان داكشي اللي كاين غنقاسم معاك بوجه الله تعالى اولا. والحمد لله راه كنشكرك بزاف والشكر موصول كذلك لامصيد، لان هي الاساس ديالنا فاش تلاقينا معاك وتلاقينا مع وجوه كثيره الحمد لله منذ بدايه هذا التكوين. واشكر الجميع واشكر كذلك الحاضرين والحاضرات في هذا الميدان وشكرا. مساله الملموسه عن طريق هذا التكوين اللي كنديروا بالممارسه نتاعت ندخلوا شويه ديال الالعاب في صميم الموضوع، راه كينسينا في ذاك العيا وكينسينا في المسائل. وهذا من بين المقاربات الجميله جدا. وكنوصلوا لان الاخت كانت حدايا قالت له والله ما فهمت بهذه اللعبه، فهمت يعني راه الحمد لله تبارك الله. والاستاذ ما بغينا فقط يكون فورماتور، بغينا يكون في الوزاره، يكون هو الوزير الاول، لان عنده كل شيء نزل علينا راه كاع ما نديرو حنا كل شيء هذا الشيء. والمعارضه عطات لي الوزاره. وشكرا بزاف مرات اخرى. هذه ماشي اول مره نتلاقى بالاستاذ سعد الملكي، سبق هذا يا شباب يا شباب يا شباب اسمع. صراحه هذه ماشي اول مره باش نتلاقى مع الاستاذ سعد الملك حجي. صراحه ديجا استفدت معاه دورات تكوينيه مع مؤسسه محمد الخامس للتضامن فورزازات، واستفدت معاه دورات تكوينيه، وصراحه كانت الطريقه ديال التكوين ديالو مفيده بزاف، لان درجه اننا ديما في المركز تنوقفوا على شي حاجه تنذكروا الاستاذ، لان هو عملي براتيك تقني وفاهم المشاكل اللي تتعاني من المؤسسات. ماشي فقط غير واحد غادي يعطيك واحد الكتاب يقرا عليك ويزيد، لا تخدم معك المشاكل الحقيقيه اللي كنتعرضوا عليها داخل المؤسسه،
وسبق داير لينا زيارات ميدانيه للمؤسسه، وديما فاش كيتذكر الاسم ديال الاستاذ راه تنقف له احتراما للمجهودات اللي دار معنا، وشكرا. ولكل كاملات وكاملين، لان العدد الكبير ديال المشاركات والمشاركين ما خلانيش نحس انه راه هو عدد اكبر من المعتاد داخل الدوره، ولكن هذا السبب ديالو هو اولا المساهمه ديالكم طيله التكوين في بنائه، وهذا تشكرون جدا، وايضا خفه الظل ديالكم وديالكم لانكم قبلتوني انني واخا تنشط معكم ما تتقلقوش وما تتقلقوش. شكرا لكم وشكرا لكم على هذا المرح وعلى هذا الجو اللي انتم خلقتوه داخل الحصه، وانتم السبب في النجاح ديالها ماشي انا. تحياتي كلمه لك. عفاك غير نقطه اللي ناضت وتمشي في نص الوقت. الله يخليكم الله يخليكم. اقول ملتمس اولا استمارات التقييم اللي توزعوا عليكم ضروري رجعوا لنا، دونك ضروري ضروري ان تطلبوهم دي زوديتور تيقول لك فين هما لي فيش دي فالياسيون دو كل فورماسيون، دونك سنكون ممتنين وممتنات الى رجعتهم لنا اللي ما قدرش يصوبها اليوم غدا في الصباح. بالنسبه لغدا في الصباح، غدا في الصباح عندنا مع الاستاذ عبد الرحيم العمراوي اللي غادي يدير لكم ان سيونس فيها الريكاب ديال كاع لي زابروش اللي خدينا من الاول، لابروش بارتيسيباتيف، لابروش دغوا، لابروش جونغ، لابروش دانكلوزيون سوسيال اي لي سوكل دو بروتيكسيون سوسيال. غادي يدير دي زوتي كيفاش تخدموا بهم كمؤسسات في المشاريع ديالكم وفي البرامج. دونك عبد الرحيم المهم هضرنا معاه قلنا له كاينين الناس اللي بعاد وهذا، دونك غادي يكون هنا معاك 9 الصباح، دونك كل ما بدينا بكري غنساليو بكري. العار يا العار وين حكومة سكنتوما، العار يا العار 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 الله 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 العار يا العار شو مرايا العار يا العار العار يا العار العار يا العار يلا خميسات يلا خميسات ادخل وسط عش فين هل الجود طردام وفين حياتي وفين حب
الدنيا وعرب لهم سهل حب الكاس يا ديام المقصود بالمقاربة بالمعنى العام Vous voyez ce que je dirais, allez, analyse, regarde, je suis en train d'analyser le point de vue genre. Je mais je regarde avec les lunettes de genre. Je parle un langage bizarre. C'est ça l'analyse genre. Vous voyez? Après, il y a des. La culture arabe, c'est une culture matriarcale.